صلب ما ينحنيش، ابنك هيبني وراسه في السماء وبكره جاي ما تقلقيش، خلاص بدأنا الملحمة. عشان ابنك وابني. أفرولان إدارة تسويق تنمية. مساء الخير أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي. النهاردة مع حلقة جديدة من حلقات برنامجنا، هنشوف فيها كل ما هو جديد على أرض مصرنا الحبيبة، وهنشوف طريق الاستثمار رايح فين. والاستثمار في مصر دايما مرتبط بأوجه كتيرة، من ضمنها ومن أهمها العقار. النهاردة بننعي أنفسنا وبننعي كل مصر في فقيد المهندسين المصريين شيخ العقاريين رحمة الله عليه المهندس حسين صبور. المهندس حسين صبور من أكبر القامات العقارية والهندسية في مصرنا الحبيبة، أستاذ وأخ وصديق عزيز على كل مهندسين مصر وعلينا كلنا. احنا بصفة شخصية في برنامج حوار واستثمار كان لينا لقاء كبير معاه، اتكلم فيه عن العقارات راحة فين، وجهة نظره، كل الحاجات اللي قالها وكل رؤاه كانت واقعية جدا نتيجة خبرة وسنين طويلة من العمل الهندسي. انا منساش علاقتي بالمهندس حسين صبور، ومنساش ان هو التسجيل اللي عملناه معاه واللقاء العظيم اللي تم بيننا وبينه كان في تاني حلقه لبرنامج حوار واستثمار. المهندس حسين صبور ليه الكثير والكثير من العلامات في عالم الهندسه وعالم الانشاءات وكمان في عالم الاستثمار. قدر ان هو باسمه يجذب الكثير والكثير من الاستثمارات العربية، ويجذبهم ان هم ييجوا يستثمروا على ارض مصرنا الحبيبة. كان المهندس حسين صبور شخصية رغم خبرته ورغم عظمته ورغم علمه، ولكن كان شخصية متواضعة جدا، كيس الكلام بشكل مميز،
حد عنده كم معلومات كبير جدا ما بيبخلش بمعلوماته على حد. لما تتكلم معاه تحس ان هو اخوك عمك والدك حسب فرق السن يعني اللي بين الناس وبينه. بننعي انفسنا بمزيد من الحزن والالم للفقيد المهندس حسين صبور، ونتمنى ان ربنا يدخله فسيح جناته ويهون على ابنائه وعلى اسرته وعلى كل الناس اللي بتحبه واللي اتعاملت معاه واللي اتلمذت على ايديه. خرج من تحت ايديه كتير جدا من المهندسين المصريين من القامات العقاريه في ارض مصرنا الحبيبه، مجموعه كبيره جدا من الاستثمارات، فكر متطور وسابق عصره بالاف السنين. مفيش مهندس في مصر ينكر دور المهندس حسين صبور على مدى سنوات عمره في الهندسه الانشائيه في مصر، في الاستثمارات في مصر، في حبه لبلده. ما نقدرش ننكر مدى حب المهندس حسين صبور لمصر ومدى وطنيته ومدى إخلاصه وحبه وخوفه على البلد وخوفه على الاستثمارات جوه البلد، ودايما كان بيحافظ على أفضل الأعمال الهندسية اللي بيقوم بالإشراف عليها أو بالاستثمار فيها أو عن طريق مكتبه الاستشاري اللي من أكبر المكاتب الاستشارية على أرض مصرنا الحبيبة. بننعي فقدنا المهندس حسين صبور، بنتمنى له الرحمة والمغفرة وأن يدخله الله فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والرسول صلى الله عليه وسلم. هنبتدي معاكم حلقتنا النهاردة، ومعلش لو أطلنا عليكم في المقدمة، لكن هو المهندس حسين كان عزيز علي أنا شخصيا وكان بينا علاقة طيبة جدا رحمة الله عليه، وربنا يرحمه. هنبتدي حلقتنا النهاردة وزي ما احنا متعودين دايما بنتكلم عن اتجاه السوق واتجاه الاستثمار رايح فين، جاي منين، ايه الجديد، ايه المميزات اللي بتتعمل على أرض مصرنا الحبيبة. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيجاهد على أرض مصر عشان نبقى احنا عايشين وشايفين مصر جديدة. كل يوم كل يوم في البلد في تغيير، كل يوم في تطوير. احنا النهاردة ما بقناش قادرين نحصر كم التطوير وكم التجديد اللي بيتعمل في البلد. احنا بنمشي في الشوارع بنحس ان احنا في بلد تانية، بلد جديدة. بنمشي على الطرق السريعة الجديدة اللي معمولة بنحس ان احنا مش في مصر، احنا في مكان تاني، في مكان جديد احنا ما عشناش فيه قبل كده. حاجة عظيمة جدا اللي بتحصل على أرض مصر، وتشعب وعزيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي على المواصلة والاستمرار في كل اتجاهات تطوير مصر. لو اتكلمنا عن الطرق، عن الكباري، عن 14 مدينة جديدة، عن الاستثمارات في الاستثمار الزراعي، عن مشروع الريف المصري، عن مشروع قناة السويس الجديدة، الكثير والكثير من المشروعات اللي ممكن نتكلم عليها، وفي الآخر هنبقى نسينا كمان حاجات اتعملت بالفعل. بقى في علامات على أرض مصر، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشروع العالمين الجديدة، كمية استثمارات كبيرة جدا. احنا عايزين نقول حاجة مهمة جدا بكل صدق وكل أمانة. استثمارات كتير جدا بتحصل على أرض مصر، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان عنده رؤية مختلفة جدا. وأنا في الكثير والكثير من اللقاءات مع الكثير من المسؤولين في الدولة قالوا إن الرئيس بيهمه العامل المصري، بيهمه المواطن المصري، بيهمه المهندس المصري انه يشتغل. احنا لو بصينا المشروعات المعمولة دي احنا ما عندناش حد بينفذنا من بره البلد، كلهم مقاولين من جوه مصر، كلهم مهندسين مصريين،
كلهم عمالة مصرية. المواد اللي بتستخدم في إنشاء الطرق، الكباري، البنية التحتية، المواسير، كلها بلا استثناء بأيدي مصرية وبتتنفذ بأيدي مصرية. في موضوع كمان من ضمن إنجازات الرئيس السيسي ومن ضمن اللي بيحصل على أرض مصر، وهو تسجيل العقارات. هيكون لينا كذا مداخلة النهاردة هنتكلم فيها عن التسجيل العقاري، مميزاته، هيفيد المواطن في إيه، وهو ده اللي يهمنا، البعد الاجتماعي بتاعه فين. هنبتدي النهاردة بمداخلة مع سيادة المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، وهنشوف رأيه في ده بحكم أنه هو أصلا راجل خبير في الاقتصاد وخبير في القانون. مساء الخير يا جمال بيه. أهلا وسهلا يا دكتور، إزاي حضرتك؟ إزاي معليك، أخبار سعادتك إيه؟ أنا بخير الحمد لله رب العالمين. ربنا يخليك، وحشنا والله. البرنامج يعني متشوق إنك تطلع معنا على الشاشة وتنورنا. والله تحياتي للبرنامج والقائمين على العمل فيه والمستمعين والمشاهدين دول، لأن فعلا هذا البرنامج هو برنامج حي وكل بينتظره وبيتابعه. يعني إحنا سعداء بهذه المداخلات. ربنا يخليك يا جمال بيه. في حضرتك شايف طبعا، حضرتك متابع جيد للاحداث وعضو فعال في صناعتها، حضرتك شايف التسجيل العيني، التسجيل العقاري الجديد اللي بيتعمل واللي هيبتدي يتطبق من شهر مارس القادم، ايه مميزاته؟ هو بس قبل ما تقول ايه المميزات او ايه العيوب، لان كل حاجه يعني زي ما هو له مميزات وعيوب. تمام. ولكن قبل ما نشوف المميزات والعيوب نقول ايه هي علة المشرع في اصدار تشريع جديد، قانون جديد، او تعديل تشريع قائم. تمام. تعديل التشريع القائم زي ما احنا بصدد هذا التعديل في المادة 35، لان هو القانون 186 لسنة 2020. أصل قانون الشرع العقاري ده رقم 114 لـ46. تمام. كل عاملين نعمل عليه تعديلات. يبقى إذا حاجة المجتمع تستدعي إن أنا أعمل تعديل على المادة 35. تمام. نيجي بقى لحقيقة التشريع، ماهية التشريع، الهدف من التشريع. تمام. حاجة المجتمع تستدعي أن أتدخل كمشرع بتعديل تشريعي على قانون قائد وقانون الشرع العقاري في المادة 35 منه. تمام. لأن حاجة المجتمع تستدعي ذلك. تمام. فده ممتاز جدا جدا. هنقول إن حماية الثروة العقارية طبعا يعني تستدعي أي تعديل يحصل على قانون الشرع العقاري حتى تكون حافز للمواطنين والملاك بتسجيل ونقل بالبيت عقاراتهم، سواء كانت أرض فضاء أو أرض مبنية أو خلافه. تمام. يعني انا اتذكر ان حينما انا عملت تعديل في سنه 2008. تمام. لا 2006 مش 2008، 2006. 2006 كان في قانون رقم 83 لسنه 2006 خفضنا الشرايح، خفضنا الشرايح بتاعت رسوم التعديل، رسوم التسجيل. رسوم التسجيل. ورغم هذا كان الهدف منها ان احنا نشجع المواطنين على انهم يسجلوا العقارات بتاعتهم حمايه للثروه العقاريه المصريه. تمام. لان الثروه العقاريه المصريه دي يعني يجب الحفاظ عليها بكافه اوجه المعارضه. ولكن وجدنا ان برضو المواطنين لم يلجاوا الى تسجيل ما تفاعلوش مع القانون. تمام. فحصل ايه السبب؟ لقينا ان الاجراءات نفسها، انا خفضت بس الايه؟ رسوم التسجيل، ولكن الاجراءات زي ما هي قائمه. تمام. رسوم التسجيل، واي مواطن هلع وتوجه الى الشهر العقاري كي يسجل شقته او ارضه او عقاره، لقينا لا، الاجراءات هي كما هي موجوده، فتعرقل التسجيل ولم يتم الاستفاده.
بالقانون اللي صدر سنة 2000 الخاص بتخفيض أسود التسجيل. تمام. يبقى إذا كان يتعين على المشاريع أن يظهر تشريع جديد. بالظبط. قانون جديد للشاشات بتسجيل العقارات. تمام. ما يدخلش على المادة واحدة، يعدل المادة واحدة ويسيب بين القانون زي ما هو. إجرائيا زي ما هو، يعني عشان اللي يلجأ إلى تسجيل عقاره هو بيعمل إيه يعني؟ يبقى بدعوى صحة تعاقد اللي هي صحة ونفاذ، أو بدعوى ثبوت ملكية. تمام. طيب هو لو لجأ إلى دعوى ثبوت ملكية أو دعوى صحة وتعاقد، هو لازم هيختصم أمام القاضي جميع أطراف اللي هم بيمسوا العقار اللي هو واضع ايده عليه او شريف عقد بيع ابتدائي، لازم يجي ويصل الى المالك الاصلي. تمام. يبقى اذا ممكن هنا يختصم عدد كبير جدا، فتلاقي ان حاكم بتاعك من حجم القضايا بتاعت صحه ونفاذ وسكوت الجيجيه، وهتحصل اشكاليات كثيره. ان واحد يطلع يقول لك لا ده جدي مشهور بالشوقيع رمضان، يا ابويا اللي توفى ده ده مش شوقيع. تمام. اتفضل حضرتك. وهذه القضايا بقى هتقعد في المحاكم سنين طويله، وطبعا القاضي ليس لديه وقت كاف ان هو يبحث في التركيه. تمام. رايحين الى الخبراء، مكتب الخبراء. تمام. مكتب الخبراء برضو بيستدعي جميع اطراف النزاع. تمام. يبحث معاهم عشان يقدر يبت في القضيه. الامر ان هو يدخل الى العين لكي يجري معاينه عليها يدخل. تمام. فانت بقى حضرتك اذا انا دخلت المواطن في دوامه كبيره جدا. الهدف منها هدف حديد وهو حمايه الثروه العقاريه. تمام. ولكن كي اليه التنفيذ هنا صعبه جدا. يعني اليه التنفيذ صعبه جدا لان ما فيش قضيه من قضايا ثبوت الملكيه او صحه التعاقد اللي هي صحه ونفاذ. تمام. هتقعد في المحكمه اكثر من اقل من 30 3. طبعا. على ما تروح الشارع، يعني على ما تروح مكتب الخبراء وترجع. بالظبط. يدوها دور، لان الخبراء اصلا عندهم شغل كتير وبياخدوا بالدور. اه طبعا. اذا الرسوم اللي دفعها ادام عدى عليها سنه في الشهر العقاري هتبقى راحت عليه. وهيبدا اللي من ثاني يبدا الحلقه من جديد. تمام. فاذا انا مفهومي انا ان المجتمع وحاجه المجتمع كانت تستدعي الى تشريع جديد خاص بتسجيل العقارات. تمام. مبين وواضح فيه جميع الاجراءات تفصيلا بما فيها الرسوم. بما فيها الرسوم ان هو الناس دلوقتي شايف مواقع التواصل الاجتماعي كلها عماله تشتكي من عمليه الرسوم. تمام. انا هنا مسكت المواطن وخلقته، قلت له مش هتقدر تدخل ميه ولا كهرباء ولا اي حاجه الا اذا كان معاك عقد مسجل. تمام. ونفس بتاع الماده 15 ماده 35 يعني في اخرها ينص على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات الحكوميه والمصالح عدم نقل المرافق والخدمات او اتخاذ اي اجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار الا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر او القيد. اتفضل حضرتك. تمام. انا مليت يد الجهات كلها انها عمرها ما هتدخل اي مرافق نهائي. ما مش هتتفاعل، مش هتتفاعل معاه غير لما يبقى معاه عقد مسجل. لازم يكون معاه عقد مسجل، لازم يكون معاه عقد مسجل. طب يعني انا عايز اسال حضرتك سؤال. دلوقتي حضرتك يعني بيع العقار منشق كذا قسم، قسم منهم وده قسم كبير مش صغير هي الوحدات المباعة بعقود ابتدائية. تمام. وبيبقى باقي عليها أقساط. تمام. وممكن تبقى الوحدة قائمة ويتم تسليمها للمشتري. طب هو النهاردة لو حب يدخلها مرافق وهي ما فيهاش مرافق وهي مش خاصة الثمن للمالك هيسجل ازاي؟ لا يجوز تسجيلها. شرط من شروط التسجيل ان يكون العقار خالص الثمن.
ان يكون يعني خالص الثمن، ان يكون خالص الثمن. اه طيب يعني يعني طب معنى كده، يعني معنى كده اللي هيقدر يدخل المرافق الجديده للوحدات هيبقى مين؟ هيبقى المشتري المالك الاصلي هو اللي يدخلها ولا المشتري؟ المالك الاصلي الذي بيده كانت ملكيه، يعني لو كومباوند الشركه هي اللي صاحبه حق التخصيص من الدوله هي اللي تدخل العدادات الاول، هي اللي تدخل العدادات، انما المالك ما دام لم يسدد الثمن بعد الكامل تمام لا يستطيع ان يعني يدخل المرافق. اه ما يقدرش. الاشكاليه في ده، ما هو المواطن كان بيروح بالعقد الفئه الابتدائي اللي هو صادر في الشركه اللي شاري منها في الكومباوند او خلافه بالظبط، ويروح يتقدم بيه للكهرباء والميه وبيدخلوا له والتليفونات والغاز ويدخلوا له بالظبط بهذا العقد بالظبط. فانا دلوقتي دخلت المواطن في اشكاليه جديده ودخلت في دوامه هو في غنى عنها ومش وقتها دلوقتي. تمام. انا كنت عملت له قانون ينظم هذا الموضوع اجرائيا، اجرائيا من الالف الى الياء. تمام. يا اما انا كنت سبت الموضوع زي ما هو الحين اجراء تعديل تشريعي كامل على القانون. طب هو هو القانون ده، القانون ده هيتم تطبيقه بداية من تفعيله اللي هو 4/3؟ يعني العقود اللي هتطلع بعد 4/3 هتتعامل بالمعاملة دي؟ لا مش اللي قبل 4/3 بس، مش اللي قبل 4/3 بس، لكن انا عندي عقد قبل 4/3 تمام وعقد بيع ابتدائي تمام حضرتك، ورايح ادخل بموجبه اي اعمل فيه اي اجراء مع اي جهة حكومية تمام، مش هيرتدي ايه؟ اروح اسجله الاول، لازم الملك الاصلي هو اللي يسجله. اه لازم ده، اه ده روح سجله الاول اللي هو اللي هو اللي انت بتشتري منه، اللي انت اللي كان بيسجل، اللي انت بتشتري منه اذا كان هو كمان بيسجل. طب ممكن يكون مش مسجل، ده ممكن يكون وضع عياد لو هو مش مسجل. لا 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 مش قصدي، يعني مثلا حضرتك ال حضرتك عارف العقارات في مصر مقسومه قسمين، في تبع المجتمعات العمرانيه الجديده وفي تبع المحليات تبع المحافظات. المحافظات دي طبعا اغلبها بتبقى مسجله اراضي قديمه وملك يعني اساسا. مجتمعات العمرانيه الجديده بتبقى تخصيص. فممكن تكون لو كومباوند زي ما حضرتك بتقول ممكن يكون لسه عليه اقساط مثلا ما خلص. كيفيه بقى هو كمالك كومباوند هيسجله ازاي؟ لا هو هو ال 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 دي اشكاليه هتطرق، يعني حضرتك هتقول لها دلوقتي دي هتطرق اثناء العمل واثناء التطبيق. في التطبيق زي ما دخلنا في قانون المصالحات ولقينا حاجات اتعدلت. ايوه دي اشكاليه هتطرق. وفي نقطه ثانيه. اه اتفضل. هل حجم العقارات المصريه هناك من يستوعبها داخل مكاتب الشهر العقاري؟ لا طبعا، يعني هم مكاتب الشهر العقاري دلوقتي بتعك بالتوكيلات، هتيجي تقول لي تروح تحت ملكيه. طيب طب ليه حضرتك احنا كان في مقترح قبل كده كنا قدمناه ان يتم شكل من اشكال المشاركه المجتمعيه بين القطاع الخاص والقطاع العام او الدوله او وزاره العدل، ان يبقى في مكاتب للشهر العقاري زي ما تكون فرنشايز، يعني هو يفتح مكتب شهر عقاري مقابل مبلغ معين بيدفعه وهو يقوم بالاجراءات عشان يسهل عليك ان يبقى في فروع كتير. لان مش معقول ان الدوله هتقدر انها تفتح كل المكاتب دي برضو. ما هو ده برضو حل من الحلول. او في بقى او في حل تاني. ان احنا بحكم ان احنا رايحين الى الحكومه الالكترونيه ان يتم الاجراءات دي عن طريق الاونلاين. هو برضه موضوع الحكومه الالكترونيه والاونلاين، يعني مش كل ما بيده عقد بيع ابتدائي يعرف يسجل عن طريق اونلاين. يعني لازم يلجا الى مكتب متخصص زي ما حضرتك قلت سابقا. تمام. دلوقتي ان في مكاتب تكون لها هذه الصفه الاعتباريه. بالظبط. ولها مواصفات معينه ومؤهلات معينه بتاعك فيها وتحت اشراف برضو وزاره العدل. وزاره العدل. بالظبط. وتكون فيها الناس اللي هم بيشتغلوا فيها مؤهلين في اجراءات تسجيل العقارات. لان الموضوع مش بيبدا، ده الموضوع يعني اللي احنا بنتكلم فيه ده بالنسبه للعقار اللي هو اصلا في عقد مسجل. بالنسبه للعقار اللي في عقد مسجل. بالظبط. وهيرجع الى الشهر العقاري مباشره. تمام. عشان يجيب الاطراف العقد المسجل اللي وقعوا له.
تمام حضرتك. انما ده احنا بنتكلم كمان في ان مفيش في عقد مسجل، ان مفيش عقد مسجل بحق انا للدعوه صحه التعاقد ده صح ولا غلط، او دعوه ثبوت الملكيه. تمام. حياتك عن هذه الدعاوى من خلال الممارسه العمليه داخل المحاكم وداخل الشارع العقاري اشكاليات عديده، لان هيظهر ناس من المختصمين اللي هتصدرهم في الدعوه هيقول لك ده مش توقيع ابويا، ده مش توقيع جدي، هيطعن، ده مش توقيع اخويا بالظبط، وخلاص والدعوه عشان كده كانت الناس بتعمل ايه؟ تروح تلجا الى المحكمه الواقعه في دائره العقار وتعمل دعوه صحه توقيع، صحه توقيع عشان صحه التوقيع اسرع في اجراءاتها. دعوه صحه التوقيع دي بتبقى ملزمه للعاقدين بالظبط والمشتري بالظبط، عشان لا هو لا البايع ولا خلق العام ولا الخاص يحتاج له دعوه توقيعي. خدت بال حضرتك؟ فهي برضو كانت دعوه حفوظيه، ملهاش اثر في مواجهه الغير، انها بتخليش الورثه يحتاجوا يقولوا ده مش توقيع انا بعد كده بعد ما وريتهم يتوفى بالظبط. وكانت بيعتد بيها في ادخال المرافق، ودي كانت حد ادنى للمواطن اللي هو قصيد المشادي وحده والمشادي قطعه ارض او غيره وعاوز يتعاقد بحقوق هذا العقد مع الحكومه. ايوه، بدليل ان احنا في قانون المصالحات، نعم فندم، في قانون المصالحات في مخالفات المباني، لما الناس كانت بتتقدم بالعقود اللي هي اللي عليها صحه توقيع بدعوى صحه التوقيع. لا، هو في مصالحات المباني ما اشترطوش العقود اللي عليها صحه التوقيع او المسجله. لا، ما اشترطوش المسجله، لو معاه يعني الاول خالص كان بيقول لك، بعد كده بقت ماشيه بالصحه التوقيع. لا، ولا برضه اللي معاه صحه التوقيع وهو واضع يد او حائز بدو ان يتقدم بمصالحه في العقار، يعني العقار اللي هو حيزه او واقع تحت يده يجي يصحح المسار. تمام. طب ما هو نفس الموضوع اللي هو بتاع المخلفات المباني، يعني تم تحصيل المبالغ وما تمش حاجه لغايه الان، هل تم استخراج رخص هذه العقارات حتى الان؟ لا، لان الاحياء ولا قدرات هندسيه فيها لجان تكفي لكي تقوم بمعاينه اصحاب الطلبات اللي هم دفعوا نسبه الربع من قيمه المخالفه ويبحثوا الغاز الهندسي اللي هو هيتقدم فيه، لان ما حدش يتقدم بنفس الاداء في دلوقتي. تمام. اللي هيتقدم فيه لصادر المصالحه حتى الان هو مجرد ان تم دفع مبالغ حتى الان، وعشان ياخد دوره ان هو بعد كده ما يحصلوش سنه. تمام حضرتك. تمام. بالنسبه للتسجيل ده بقى وهو الاهم، ودي كانت حمايه الثروه العقاريه، يعني هو كان يتهيأ صدور قانون خاص يبقى سجل عيني خاص بهذه العقارات. ولو كان تم تسجيل عيني كان بقى اسهل واسرع. سجل عيني خاص بالظبط العقارات كلها بالظبط، كانوا يلجأوا له بشكل اسهل بالظبط كده. المده محدده يحددها القانون ان لديه اعتراض ان يعترض. لا، ما هو اكيد زي ما معاليك بتقول، يعني اكيد مع اليه التنفيذ هيتم تطوير الموضوع. يعني اكيد مع اليه التنفيذ هيتم يعني تطويع بعض البنود، هتلاقيها اتغيرت. لا، مفيش بنود هتتغير. لا، ده هو ده احنا للتسهيل، انا قصدي للتسهيل. احنا بصدد قانون دلوقتي، هو العبء هيزداد على المحاكم. والمحاكم هتزداد عدد القضايا فيها وهتعد هذه القضايا. نمره 2 برضه الشهر في المكاتب الخبراء ما فيهاش العدد الكافي من الخبراء يقيموا القضايا التي سوف تحال من المحاكم اليها. تمام. نمره 3 ان الشهر العقاري، مكاتب الشهر العقاري ما فيهاش عدد كافي من الباحثين في الملكيه القانونيين اللي هم يبحثوا عن الملكيه. هو المواطن هيدخل في دوامه الرسم الهندسي وكشف التحديد الدفاعي والعقد الذي يوقع المحامي وجدت النسبه دول 1% لقاضي المحامين
تمام. والبايع يروح يدفع ضريبه عقاريه 2.5%، فانا لو دخلت المواطن في دوامه هو مش فاهمها. يعني اذا كان الهدف، وده طبعا انا اعي تماما ان هدف الدوله هو حمايه الثروه العقاريه. طبعا. ليس لها هدف الا حمايه الثروه العقاريه بتاع المواطنين. بالظبط. وده الهدف الازمه اللي احنا بنسعى عليه كلها. اه طبعا. انما التطبيق بقى هي الاجراءات زي ما هي موجوده وقائمه. والبيروقراطيه موجوده. طب ما دي، يعني طب دي مش ممكن، مش دي ممكن تطلع بنظر دعاوى صحه التعاقد لا قدر الله تكون، لا اذا كنت حاجه هعمل كل دايره، دايره محكمه ابتدائيه دايرتين او ثلاث دوائر بنظر دعاوى صحه التعاقد ودعاوى الثبوت الملكيه، فالاجراء اللوجستي هيبقى سريع شويه، ممكن في خلال عام يصدر الحكم. تمام. هل انا هخصص في مكاتب الخبراء بعض الخبراء المختصين لانهاء الدعوه المحاله الى مكتب القرى من قاضي الموضوع في خلال، وحدد له مده معينه خلال فتره معينه. تقريبا الاتصال انقطع. جمال بيه. طيب الاتصال انقطع. زي ما احنا شايفين اعزائي المشاهدين، احنا بنحاول نفهم معاكم القانون الجديد هيتطبق ازاي، ايه بنوده، ايه الاوراق اللي هتبقى مطلوبه. عايزين نوصل للواقع عشان لما نبتدي نفعل الموضوع نبقى عارفين الخطوات اللي مطلوب على المواطنين انهم يعملوها، نعمل لهم توعيه واستدراك للامر عشان يبقوا عارفين. زي ما عشنا معاكم مشاكل المصالحات في قانون المصالحات في المخالفات العقارية، وفضلنا وراء الموضوع واستضفنا الكثير والكثير من المسؤولين، اتكلمنا مع الكثير من المسؤولين، تابعنا الموضوع مع مختلف الجهات المختلفة من وزارة التنمية المحلية لبعض المحافظات لأعضاء مجلس النواب. وبالفعل الحمد لله تم تعديل بعض القيم التسعيرية في المصالحات، وكان منها مناطق زي دار السلام سعرها اتغير، زي منطقة عزبة الهجانة اللي هي دلوقتي او بيقولوا عليها دلوقتي اتغير اسمها بقت مدينة الامل، اللي هيبقى فيها المحور الجديد اللي بيوصل ما بين طريق مصر السويس وبين طريق المشير او طريق الان ايه اللي بيودي للتجمع الخامس، واللي عن طريق التواصل ده هيبقى مسك الجزئين من طريق السويس حد الطريق اللي بيوديك جوه التجمع الخامس. طبعا احنا تابعنا معاكم ومع المسؤولين قانون المصالحات في مخلفات المباني، وصلنا تدارك كتير من القيم منها في المجتمعات العمرانية الجديدة كمان. الدولة بتتفاعل مع المواطن، مع التنفيذ بنشوف بعض العوار في آليات التنفيذ، لكن الميزة النهاردة ان الدولة حط المواطن في مقدمة أولوياتها، فلما بيبقى في موضوع بنتكلم فيه بنناقشه على شاشة البرنامج بنشوف تفاعل من الدولة، من الحكومة، من المسؤولين، من أعضاء مجلس النواب. استضفنا النائب خالد عبد العزيز نائب رئيس لجنة الإسكان وأحد المشرعين اللي شاركوا في وضع قانون المصالحات في مخلفات المباني، تفاعل معانا وبالفعل جاب تخفيض في محافظة القاهرة لأكتر من منطقة، وطلع معانا تاني بعدها في البرنامج واتكلمنا عن التخفيض اللي وصلنا له. في كتير من الإشكاليات بتبقى الدولة شايفاها إن هي في صحة المواطن، لكن لما بنيجي ننفذها على أرض الواقع بتبقى عايزة بعض التطوير أو التعديل، عشان إحنا في الآخر عايزين ننجح الفكرة اللي الدولة عايزة تعملها، عايزين نشجع المواطن إن هو يهتم بالقوانين الجديدة، عشان القوانين دي ممكن تكون في البداية مش واضحة بالنسبة له. إحنا دورنا كبرنامج وأحد البرامج اللي على شاشات الفضائيات المصرية
ان احنا نوضح للمواطنين ايه الشروط اللي مطلوبة، ايه الحاجات اللي مطلوب توفرها، ايه القيمة الحقيقية، لان في حاجات كتير جدا بتقال على السوشيال ميديا للأسف غير خاضعة لأي حقائق وغير نابعة من واقع. احنا لما بنتكلم بنجيب مسؤولين بيقولوا الموضوع فيه 1 2 3 بيتعامل بالطريقة الفلانية. لازم ان احنا نبقى واقعيين ونبقى بندور ان احنا نرشد المواطن هو هيعمل ايه، القانون ده هيفيده في ايه. هيفيده ان هو النهاردة لو عنده وحدة عقارية مسجلة باسمه مش هينفع حد ينصب ويبيعها، لانها هتبقى مقيدة في كل ما يخص سجلات الدولة وكل الشبكات الالكترونية اللي موجودة على مختلف اماكن مصر. الحاجة التانية هيبقى له حق ان هو لما يحب يبيعها هيبيعها بسهولة، لان اليتها بعد كده في البيع والشراء هتبقى اسهل. لما يحب ينقل مرافقها هتبقى بسهولة. الحاجة في الاول بتبقى غريبة على المواطن. احنا كدورنا كاحد البرامج اللي بتتكلم عن الاستثمار وعن الحوار المجتمعي اللي بيحصل حوالين القوانين على ارض مصرنا الحبيبة، ان احنا نوضح للسادة المشاهدين ايه الاجراءات اللي المفروض تتاخد، ايه الاوراق المفروض تطلب، يخلوا بالهم من ايه. زي ما عملنا قبل كده مجموعة من الحلقات وكانت مهمة جدا عن الاوراق اللي مطلوبة لما تيجي تشتري عقار، ازاي تشتري عقار، ايه الورق اللي مطلوب ان انت تحافظ عليه، الورق المطلوب انه يبقى عندك، ايه الورق اللي طالب بيه الشركة اللي بتشتري منها، ايه اللي مفروض فيه، شوف ايه سند الملكية اللي انت بتشتري بيه، شوف الوحدة، شوف التسلسل القانوني للاوراق، شوف السعر ده مناسب ولا مش مناسب، هل ده سعر حقيقي، هل ده سعر عادل ولا مش سعر عادل. لازم احنا دورنا كبرنامج ان احنا نساعد السادة المشاهدين ونساعد المجتمع ان احنا نوضح ايه اهم الشروط والمواصفات المطلوبة لاي اجراء جديد بيتم على ارض مصر. احنا مصر بتتعدل بتتطور بتتغير، لازم نساعد انها تنجح وتكمل في المسيرة ونكمل في مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الخطة اللي بياخدها عشان مصر وعشان المصريين. هيكون معانا مداخلة مع سيادة النائب عاطف النمكي عضو مجلس الشيوخ. مساء الخير يا عاطف بيه. مساء الفل. حضرتك عامل ايه؟ ربنا يخليك. ربنا يبارك فيك. ازاي صحة حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله بخير ونعم الحمد لله. احنا كنا بنتكلم عن اللي بيحصل على ارض مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي اخذ الكثير والكثير من القرارات، ومن ضمنهم كانت مبادرة الرئيس لارتقاء بقرى الريف المصري، ودي حاجة هامة جدا لمصر والمصريين، لان احنا كلنا في الاول وفي الاخر مصدرنا ومنبعنا هو الريف. طبعا 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 طبعا. حضرتك شايف المبادرة دي هتفيد الناس اللي في الريف ازاي؟ والله والله يعني انا اللي بيعمله السيد الرئيس على ارض الواقع في مصر دلوقتي بتهيألي يتعمل ما يكفوش 50 سنة عشان يخلص منه. بالظبط. يعني هو مش بيهتم بالريف بس، ده بيهتم بالبلد بحالها. تمام. يعني المبادرة بتاعت الريف دي يعني دي حاجة يعني ما اقدرش اتخيلها لك بفرحة الناس بيها قد ايه. يعني هي مبادرة ممتازة وهتنقل الريف نقلة حضارية عظيمة، ده بالاضافة بقى الى الانجازات التانية اللي بتتعمل. انا دلوقتي عايز اروح المنوفية بروحها في نص ساعة. طبعا عشان شبكة الطرق والكباري. طيب. شبكة الطرق والكباري دي يعني النهاردة انا مثلا ساكن في الخصوص. تمام. كنت الاول عشان اعوز روح صلاح سالم كان بياخد لي ساعتين. تمام. دلوقتي بالظبط ما يتمش تلت ساعة. تمام. ولو جاي من بنا وعايز اروح ساعة سالم ساعة. تمام. هي دي كلها مش نقلة للريف المصري.
طبعا ان انا اربط ان انت قربته قربته بشبكه الطرق والشرايين اللي اتعملت بالظبط. الطرق القاهره الوجه البحري الجيزه الوجه ابلي يعني ده كلها ده انجاز والله. لا ما فيش رئيس جمهوريه حققه في 50 سنه. طبعا مش في 5 سنين او 6 سنين. طبعا بالظبط بالظبط يعني بالزبط. يعني ربنا يدي سياده الرئيس الصحه ويطول عمره اللهم في اللي بيعمله يعني انجاز والله ما حد يعرف انجازه. طبعا انا لسه يعني كنت بقول يقول لك يبص للشعب شويه. ماشي هنبص للشعب ونبقى دوله فقيره. لا واحنا طب احنا معلش 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 هو من جميع انحاء العالم. هو المواطن النهارده اللي بيمشي على طريق بدل ما كان بيروح مشوار في ساعه بقى بيروح في نص ساعه. هو ده مش وفر وريح المواطن؟ انا اروح مزرعتي الخضار بساعه من بيتي لحد هنا. يعني انا لو حبيت اروح شبيل الاراضي باخد ساعه. تمام. انما دلوقتي يعني يكفي ان احنا ربطنا الصحراء كلها بالمواني والمطارات. طبعا. لو عايز تصدر فاكهه تصدر خضار. طبعا. سهل على كل المزارعين في مصر بحالها. تمام. عشان عن طريق شبكه الطرق دي بحالها. بالظبط 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 بالظبط. طبعا احنا معلش يا سياده النائب بس احنا وقتنا بينتهي. احنا هنجيب صور لبقيه المبادره اللي حضرتك بتتكلم عنها ونعمل لحضرتك مداخله معانا. يبقى معانا صور حاجه على الواقع نوريها للساده المشاهدين وحضرتك تعلق على الموضوع في الحلقه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك اشكرك يا معالي النائب ونتمنى لك التوفيق. وطبعا بتبارك لك يعني في حلقه ثانيه نتكلم عن انجازات الرئيس. انجازات بصح بالظبط يعني الانجازات كامله. بالظبط مش هنقول حاجه ونسيب حاجه. طبعا طبعا. لا وبعدين بص ان شاء الله اصل انت يعني حضرتك مش اي نائب ده انت نائب من جوه الخصوص يعني ربنا يعني طبعا. يعني من قلب مصارين الناس اللي انا نائب عن 6 محافظات عشان تبقى عارف. انا عارف كلها محافظات في الريف من اول الاليويه لحد كفر الشيخ. ربنا يديك الصحه سياده النائب ويوفقك ويوفق مصر ويوفق الخطى والقرارات اللي بياخدها الرئيس عبد الفتاح السيسي. امين يا رب امين يا رب. شكرا يا عاطف باشا. شكرا لحضرتك. شكرا اعزائي المشاهدين. دي كانت حلقتنا معاكم النهارده. طبعا في كتير قوي المواضيع هنتكلم فيها مع بعض الحلقات اللي جايه. هنتابع موضوع التسجيل في الشهر العقاري. هنشوف الاستفاده من الانجازات اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي عملها على ارض الواقع احنا استفدنا بيها ازاي بقى لما اتعملت. لما كانوا بيقولوا ده كان اهم من مش عارف الطرق ده كان اهم من الكباري. لا النهارده بقى نشوف فوائد الانجازات دي اتعملت ازاي على ارض الواقع وايه الفايده اللي عادت علينا بيها. هنا وصلنا لنهايه حلقتنا معاكم النهارده اعزائي المشاهدين من برنامجكم حوار واستثمار مع الشواربي. الى ان نلقاكم الخميس القادم 9 مساء نترككم في رعاية الله.